قصص اختيار الشريك. أول نقطة كتير مهمة في هذا الموضوع أن يكون هناك قبول، أن يكون هناك انجذاب. هدول مشاعر كتير أساسية، ما عم بحكي عن اللهفة والحب اللي مش عارفة شو ماله، طبعا الله يديم علينا جميعا الحب واللهفة، لكن الأساس هو أن يكون هناك قبول، أن يكون هناك انجذاب. هذا إشي كتير مهم، الخطوة الأولى لهاي المشاعر الجميلة أن تكون موجودة وأن تكون مستمرة بإذن الله تعالى. ما يكون انك انت بس بدك تتزوج حيلا حدا لانك انت عم تهرب مثلا من ظرف عائلي بعيلتك ببيتك، او عم من وضع اجتماعي مثلا. بعد الشباب حتى الصبايا اثنين بيوصلوا لمرحلة عمرية بصير بدي اتجوز بس لاني وصلت لهذا العمر، فيلا لا ما تتجوزوا مشان هاي الاسباب. هاي الاسباب مش الاسباب الصحيحة للزواج. فبالتالي بده يكون عندنا قبول وانجذاب، مش انا بدي اقبل بحي الله حدا، عندي من الداخل مشاعر قبول وانجذاب باتجاه الشريك او شريكة الحياة اللي انا عم بفكر فيها. فهي النقطة الاولى. النقطة الثانية انه يكون في سهولة ويسر في التواصل بينكم، يعني جلستوا مع بعض، قعدتوا مع بعض، عم تشعر انه في سهوله بالتواصل، عم بقدر اعبر، عم بقدر استلم، عم تقدر تفهم علي، عم بقدر بفهم عليها، عم نحكي باريحيه بيسر. يعني التواصل هيك يسر سهل، ما فيه تنشنه، ما فيه عصبيه، ما فيه سوء ظن، ما فيه انه مش عم نفهم على بعض، لانه اذا مش عم نفهم على بعض من اولها شو يصير بالاخر. فبالتالي ان شاء الله يصير كل خير. فبالتالي في قدرة على التواصل بفاعلية ويسر. النقطة الثالثة أن هناك توافق وانسجام بطريقة التفكير، يعني في هيك قيم مشتركة بينكم. أكيد ما رح تكونوا copy paste من بعض، يعني نسخة طبق الأصل، أكيد لا، لكن في توافق، في قيم عم تجمعنا، في مبادئ عم تجمعنا، في بعض الاهتمامات اللي عم تجمعنا، وعم بأكد على بعض. أما نسخة طبق الأصل لن تجدوا، لأنه قانون الاختلاف هذا قانون إلهي. لكن في أشياء أساسية عم تجمعنا، في توافق، في انسجام بالأمور الأساسية. هلأ إذا هاي الأمور الأساسية أنتوا ما في بينكم توافق، في حالات وبتكون حالات ناجحة، لكن الشرط هون أنك أنت تكون عارف أنه هون في عنا فرق كتير كبير وإحنا جاهزين له. نحن نملك الوعي الكافي والمهارات الكافية للتعامل بهذا الاختلاف، لكن إذا كنت مش قده لتفتح باب لتفتح جبهة على حالك. النقطة الرابعة إنه يكون في استقلالية والتزام ومسؤولية، يعني هدول صفات جدا أساسية في الزواج الناجح. استقلالية بتحس إنه أنتوا أشخاص مستقلين، نعم ممكن ناخذ نصيحة من حدا، ممكن ناخذ دعم من حدا، لكن الاستقلالية غالبة. وهاي الاستقلالية هي استقلالية إيجابية. إيش يعني أصلا استقلالية؟ لما أقول أنا حالي مستقلة معناها أنا شخص جدع، أنا جدعة، بقدر الناس أصلا يعتمدوا علي، أنا عن جيش. فأن تكون مستقلا مش معناها أنك أنت مش سائل عن حدا، مش معناها أنك أنت ما عم تساعد حدا، لا، مش معناها انك انت معتمد على كل حدا وما بتقبل دعم. هي توازن، يعني سبحان الله كل شيء التوازن فيه خير. فانك تكون مستقلا، ان تكون ملتزما، ان تكون او ان تكوني مسؤولة. ايضا من اسس اختيار الشريك انه يكون في قدرة على التعبير عن المشاعر، قدرة على ادارة المشاعر. ادارة المشاعر بمعنى ارسال واستقبال كلاهما، وما عم بحكي بس عن المشاعر الفرح والحب، حتى مشاعر الألم، مشاعر الحزن، مشاعر الخذلان، كلاهما يكون الشخص أو الشاب أو الصبية عندهم هاي المهارة. وهاي مهارة جدا مهمة للزواج الناجح، إنه يكون الأشخاص عندهم قدرة على إدارة المشاعر من جهتين، من إرسال ومن استقبال. واحدة من الأسس الاختيار الأساسية المهمة هي الاحترام. يعني إحنا كتير كمان نسمع ونسمعها كتير حتى من الكبار إنه المودة يعني ممكن تروح بس الاحترام أساسي يبقى. طبعا الله يديم المودة والاحترام وكل الأشياء الحلوة بيننا جميعا يا رب، بيوتنا حتى تبقى بيوتنا دافية. فالاحترام جدا مهم،
وكثير مهم انكم انتوا تتناقشوا في ماذا يعني الاحترام لكل حدا فيكم، لانه الاحترام على فكره كلمه فضفاضه. ممكن حدا يجي يقول لك الاحترام بالنسبه لي انه انت ما ترفع صوتك، والشخص الثاني هو اصلا شخص دائما منفعل وبيحكي بصوت كثير عالي، مش قصده انه هو يخرق الاحترام لك. فاحيانا الاحترام فضفاض، فبيسوى نحن نحكي ماذا يعني الاحترام لكل شخص فينا. من الأسس الأساسية لاختيار شريك الحياة هي قدرة والشخص الشاب أو الصبية على السيطرة وإدارة الغضب، غضبه هو مش غضب الطرف الثاني، رغم أنه كتير مهم كمان أنه يكون عنده مهارة التعامل مع غضب الطرف الثاني ومشاعر الطرف الثاني، لكن أولاً الأولى أن يبدأ بنفسه. فهل عنده قدرة على إدارة غضبه ولا لا؟ غضبه يعني بتركه يسرح ويمرح وممكن يوصل لحدود مش لطيفة، ممكن تكون مؤذية، مش بس حتى مش لطيفة، نوصل لمرحلة الأذى بقصة عدم قدرة الأشخاص على إدارة الغضب. من الأسس الجميلة إنها تكون موجودة الطموح، كلاكما يكون عندكم طموح، يكون عندكم حب للتطور للتغيير في حياتكم الشخصية، حياتكم الاجتماعية الأسرية المهنية. الطموح مش معناها بس محصور بالعمل، الطموح في الحياة يكون حدا بده يمسك إيد شريك أو شريكة الحياة ويلا نتغير، يلا ننمو، يلا نكبر، يلا نتطور. وآخر معيار جميل لاختيار شريك وشريحة شريكة الحياة، وممكن تستغربوا حتى منه، هو روح الدعابة. يكون هذا الشخص بيعرف يضحكك، بيعرف يفرحك، انت معه لما تكون معه متواجد بتكون مبتسم، بتكون عم تفرح. روح الدعابة مهمة في العلاقات الزوجية. طبعا أسس اختيار شريك الحياة هي أسس مختلفة من شخص لآخر، اللي مهم بالنسبة إلي ممكن يكون أبدا مش مهم إلك والعكس صحيح. فأنت ابدأ بماذا تريد، ما هي أسسك أنت ومعاييرك أنت، وشوف إيش في توافق بين أنا ما حكيت بهذا الفيديو، إيش الأشياء الأساسية بالنسبة إلك، مشان تبحث وتجد بإذن الله تعالى الشريك وشريكة الحياة المناسبين.